رب انتم فاكرني. خدنا جوله قبل ما نجيت. اهلا وسهلا. سلت اليوم. أزعجناكم النهارده. في ميناء اسكندريه عندنا سفينه زيت طعام زيت عباد شمس عشان بقى ان شاء الله المنتج الجديد خير بلدنا. وبعدين احنا عندنا كذا كده اهوت ثغره في منظومه انتاج الزيت، فدي واحده منهم ان احنا نتاكد ان الزيت اللي جاي هو زيت يليق بمصر وبالفلوس اللي احنا بندفعها. فالحقيقه لان المجموعه هنا في محطه زيوت ادوني خبر في شركه قابضه ان السفينه وصلت امبارح، بعتنا لجنه من الوزاره بالاضافه للجان اللي موجوده عشان نتاكد ان الزيت جاي بالمواصفات الفنيه اللي احنا كانت موضوعه. ودلوقتي كنت انا مع الزملاء هنا في هيئه المينا ومحطه الزيوت بنشوف بنفسنا تنكات الزيوت ومدى جوده الزيت اللي موجود. بشكل عام جيده، عندنا عينه ناجحه في مينا الشحن ومنتظرين نتيجه العينه اللي موجوده هنا، واذا كان في اي حاجه غير مطابقه هناخد اجراءات ان شاء الله يعني سريعه. بس بشكل عام منتظرين يعني في نتيجه مبدئيه عندنا كمان ساعه ان شاء الله، بالاضافه للنتيجه في المعمل الرئيسي في اها. فاحنا بناكد تاني ان من يتعامل مع مصر ومن يورد لمصر لابد ان يدرك جيدا اننا لن نسمح ان احنا نستقبل منتجات ذات جوده منخفضه. فصحة الشعب المصري والمنتج الذي يصله هو أولوية كاملة من أولويات الدولة والحكومة، وإن احنا نبذل كل جهد في هذا الاتجاه. عندنا لسه مجموعة من الثغرات في الزيوت اللي بتوصل للمصانع، في الزيت اللي بيخرج من المصانع دي هنبذل كل جهد، ومنتظرين بقى رقابة ومتابعة شعبية. وزارة التموين بتناشد المواطنين من فضلكم، احنا قلقانين إن الزيت اللي بيطلع من محطة الزيوت في اسكندرية ما يوصلش المصنع اللي هو رايح له، يروح مكان تاني. من فضلكم احنا قلقانين ان الزيت بعد ما يوصل للمصنع ما يتكررش كزيت تموين، يطلع كزيت في حته تانية. من فضلكم اللي عنده معلومه يساند وزاره التموين ويساعدها عشان نقدر نقفل كل الحلقات والثغرات اللي موجوده في المنظومه بتاعتنا لحد ما نعيد النظر في الكلام ده كله. فاحنا محتاجين المتابعه والرقابه الشعبيه، محتاجين بنناشد ضمير كل مواطن مصري انه يساندنا ان شاء الله ان الزيت اللي بيوصل مواطن مصري يبقى في افضل جوده واحسن حال عشان فعلا نقدر نسميه خير بلدنا. الزيت النهارده يا فندم يعني حجم الدعم المقدم من الحكومه لهذا الزيت، يعني زيت مستورد متكلف تقريبا قد ايه على الوزاره؟ لا، هو شحنات الزيت بتكلفنا في حوالي 10 مليار جنيه سنويا، يعني من 9 ل 10 مليار جنيه سنويا. مش 94، هي تعمل حاجه بتاعه 14 مليون دولار 15 مليون دولار 15 مليون دولار يعني بالمصري تجيب 100 وشويه. شكاوى كتير النهارده يا سياده الوزير جات لك من منطقه معينه في اسكندريه، منطقه العمريه وخصوصا من العيش، يا ترى ايه الاجراء اللي هتتخذه الوزاره؟ معانا الاستاذ محمد خليفه وكيل وزاره التموين في اسكندريه، وهو يعني هنا. تعالى يا استاذ محمد، تعالى عشان تبقى انت كده في وش الشعب. استاذ محمد اهوت، كان في شكاوى من المواطنين في العيش في منطقه العمريه. تمام. واعتقد ان احنا عندنا 5 أو 7 مواطنين خدوا تليفونك. تمام. واحيانا تليفونات الوزير. تمام. بنتوقع من التموين اجراءات حاسمه فورا. انا ما بنبخلش على اي مخبز انه يلقى معامله ماليه عادله توفر له ربح. تمام. عادل في اطار القانون، وبالتالي من يتجاوز احنا لن نتوان في هذه التجاوز. سؤال ملح يعني نسال نحن حتى كاعلاميين اليوم طوال اليوم، الاسعار في ازدياد، يعني هنزود المرتبات والاسعار تزداد، ما هو دور؟ احنا عندنا بكره حمله تخفيضات افضل منتج لاكرم شعب، هتبتدي بكره في 350 مجمع استهلاكي على مستوى الدوله مع اسواق متنقله، هتنزل الاحياء الشعبيه بالتنسيق مع الساده المحافظين. بعد شويه كمان عندنا شوادر، القوات المسلحه منزلين لنا عربيات اللي هي 3 طن، وزاره الزراعه مشتركه معانا مش بس ببقوليات وسلع لا كمان خضروات نازلين وجايبين سمك يعني هنعمل مشاكل في البلد.